إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين. استفسارا في هذه المداخلات الصوتية التي ارتئينا أن نخصصها للآثار المترتبة عن الاعتراف بمبدأ الشرعية، سبق لنا في المحاضرة السابقة في المداخلة عفوا السابقة أن تطرقنا لمسألة التفسير الضيق والتفسير الواسع والتفسير المنطقي للنصوص القانونية الجنائية من القاضي. الآن سوف نتطرق لفكرتين أساسيتين مرتبطتين كذلك بفكرة التفسير للقواعد القانونية الجنائية، وهما فكرة مدى جواز القياس في النصوص القانونية الجنائية، وفكرة والفكرة المستندة إلى قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم. فبالنسبة لفكرة مدى جواز القياس في النصوص الجنائية القانونية الجنائية، فإن هذه الفكرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة تفسير النص الجنائي، إذ أن المشرع قد يورد لنا نصوصا من طبيعتين مختلفتين، نصوصا قانونية جنائية تجريمية ونصوصا قانونية جنائية غير تجريمية. فبالنسبة للنصوص القانونية الجنائية التجريمية، فإنها هي تلك النصوص التي يجعل منها المشرع أساسا قانونيا لمعاقبة بعض الأفعال التي تم إخراجها من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم. وبالتالي وكما سبقنا وأكدنا ونؤكد وسنبقى نؤكد بأن هذه المهمة من مهام المشرع وحده، ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تتدخل في مهمة التشريع، وبالتالي لا يمكن لأي جهة أخرى أن تتدخل في مهمة إخراج بعض الأفعال من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم، فإن القاضي يجب أن يلتزم بهذا المبدأ، ألا وهو مبدأ عدم التدخل في العملية التشريعية. وعليه فمن مظاهر عدم تدخله ألا يقوم بالقياس على وبالقياس من أجل إدخال بعض الأفعال على أفعال أخرى على في نطاق قواعد قانونية تجريمية أخرى. وعليه فإن القاضي الذي يعرض عليه نزاع ما مثلا، فإنه يجب عندما يريد أن يحكم أو ينظر في ذلك النزاع الجنائي يجب أن يستند إلى القواعد القانونية الجنائية الموضوعة أمامه والتي سنها المشرع، ولا يمكن له بالتالي مهما بلغت درجة التشابه والتماثل بين الأفعال المعروضة عليه وتلك التي نص المشرع عليها في القواعد القانونية الجنائية، لا يجب عليه أن يلحق الأفعال المعروضة عليه بتلك التي نص عليها المشرع إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون هناك مبرر مستنتج من التفسير المنطقي كما سبق أن قلناه في المداخلة السابقة، والمبرر الثاني يجب أن يكون النص القانوني بالفعل يستوعب إمكانية إدخال ذلك الفعل في نطاق مقتضياته، كما هو الحال مثلا بالنسبة لمقتضيات الفصل 521 الذي سبق أن ضربنا به مثلا، والذي يتضمن عبارة القوى الاقتصادية، أي إذا كان الفعل المعروض على القاضي يمكن أن يدخل في نطاق معين من نطاقات الفصل الذي سنه المشرع، فإن ذلك يمكن أن يكون سببا في إقامة نوع من التشابه والتماثل بين ذلك الفعل المعروض على القاضي وذلك الذي نص عليه المشرع. وفي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن وجود القياس، وإنما نتحدث فقط عن تطبيق القانون. لكن في غير هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يقيس على ما نص عليه المشرع من أجل إدخال أفعال لم يشملها المشرع بالتجريم في نطاق القواعد القانونية الجنائية الموجودة. وبالتالي نخلص إلى أن التفسير عفوا إلى أن القياس مسألة القياس يجب ألا يعمل بها القاضي، لأن القياس أمر محظور على القاضي في الميدان الجنائي. وعليه فإن أساس
هذه الفكرة أساس منع القاضي من القياس يستند إلى أن المشرع من خلال مبدأ الشرعية يقوم بإخراج الأفعال من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم، وهذا الإخراج يشكل استثناء، أي أن الأفعال التي تجرم هي استثناء، وكما يقال فالاستثناء لا يقاس عليه وإنما يقاس على الأصل. ومن هذه النقطة أن الاستثناء يقاس على الأصل ولا يقاس عفوا أن القياس يكون على الأصل ولا يكون على الاستثناء، نقول بأن المشرع كما يضع نصوصا قانونية جنائية تجريمية قد يضع نصوصا قانونية جنائية غير تجريمية، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للنصوص القانونية التي تحدد لنا أسباب التبرير أو تحدد لنا موانع العقاب أو تحدد لنا موانع المسؤولية الجنائية. فهذه النصوص لا تكون أساسا للتجريم، وبالتالي فهذه النصوص يمكن أن نقول عنها بأنها تأتي بمجموعة من الأمور والمسائل القانونية التي تعتبر لصالح المتهم، وبالتالي فإن كل شيء يمكن أن يفسر لصالح المتهم يمكن أن يقاس عليه، لأن السبب في ذلك هو أن هذه المقتضيات القانونية الجنائية غير التجريمية تجعل الأفعال تبقى على أصلها وفي طبيعتها، وتبقى خاضعة للقاعدة التي تنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أي أن كل ما يمكن أن يجسد سببا من أسباب التمرير أو مانعا من موانع العقاب أو مانعا من موانع قيام المسؤولية الجنائية يمكن أن يكون سندا للقياس عليه حتى يستفيد المتهم من تلك المقتضيات. إذن كما قلنا وسبق القول في هذه المداخلة الصوتية أن القاضي في الأصل لا يمكن له أن يقوم بعملية القياس في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بالنصوص القانونية الجنائية التجريمية، لكنه يمكن له القياس في حالة ما إذا تعلق الأمر بالنصوص القانونية الجنائية غير التجريمية، كما هو الحال مثلا كما قلنا إذا تعلق الأمر بأسباب التبرير أو بالنصوص القانونية الجنائية التي تحدد أسباب التبرير أو موانع العقاب أو موانع المسؤولية أو إذا ما نصت تلك الفصول أو القواعد القانونية على الظروف المخففة وما إلى ذلك. إذن هذا المبدأ هو مرتبط بمبدأ التفسير الذي تخضع له القواعد القانونية الجنائية، وكذلك هناك المبدأ الثاني الذي أشرنا إليه سابقا وهو المبدأ القائم على قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم. هذا المبدأ مرتبط أساسا بأمرين، وهذين الأمرين يختلف بشأنهما الفقه. فهناك من يرى بأن قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم يجب أن تنصرف إلى المقتضيات القانونية ذاتها، وبالتالي فإنه إذا كان المقتضى القانوني التجريمي متسما بنوع من الغموض يستحيل معه على القاضي أو الفقيه أو المفسر عموما أن يستكنها إرادة المشرع منه أو أن يعرف المراد منه تشريعيا، فإن القاضي يجب أن يستند على هذا الغموض من أجل القول ببراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه، لأنه في حقيقة الأمر وفق هذا الاتجاه الفقهي لا يمكن أن يستند القاضي إلى تفسير مؤول من قبله هو حتى يدخل فعلا لم يحسن المشرع عن الإفصاح عن إرادته فيه إفصاحا صريحا. والمسألة الثانية أو الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الفقهي الذي يرى بأن هذه القاعدة لا تنصرف إلى النصوص القانونية الغامضة وإنما تنصرف إلى وسائل الإثبات، وبالتالي فإنه متى وقع
القاضي في حالة تساوي الأدلة مثلا، أو في حالة ما إذا كان اقتناعه الوجداني يتجه نحو عدم الاقتناع بوسائل الإثبات التي تقدم بها الأطراف من أجل إثبات الجريمة، فإن شكه هذا وعدم اقتناعه هذا يقودانه إلى القول والحكم ببراءة المتهم. وعموما فإن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم سواء تعلقت بالنصوص القانونية الغامضة أو بمسائل الإثبات، فإن المستفيد الوحيد منها هو المتهم، إذ أنه في كلتا الحالتين يحكم عليه بالبراءة ولا يمكن معاقبته من أجل الفعل الذي قدم من أجله للمحاكمة، استنادا إلى قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة. إذن هذه هي المقتضيات التي تعلقت بالأثر الأول من آثار مبدأ الشرعية، وتجسدت كما سبق قلنا في المداخلة الصوتية السابقة في التفسير الذي تتعرض له أو الذي تكون موضوعه النصوص القانونية. وسبق أن قلنا بأن التفسير يمكن أن يكون تفسيرا لا يجب أن يكون تفسيرا واسعا، ولا يجب أن يكون تفسيرا ضيقا، وإنما يجب أن يكون تفسيرا منطقيا يتسوق ويتماشى مع إرادة المشرع، ويمكن للقاضي من خلاله أن يعمل قواعد القانون الجنائي من أجل تحقيق هدفين: الهدف الأول هو الحفاظ على مبدأ الشرعية، والهدف الثاني عدم إهدار المصالح العليا للمجتمع. ومن آثار كذلك التفسير أنه لا يجب على القاضي أن يعمد إلى القياس إذا تعلق الأمر بالنصوص القانونية الجنائية التجريمية، لأنه سوف يدخل أفعالا في دائرة التجريم، وهو ما يمكن أن يشكل تدخلا في سلطة وعمل المشرع، كما أنه يمكن له أن يقوم بعملية القياس إذا تعلق الأمر بنصوص جنائية قانونية جنائية غير تجريمية، لأن المستفيد من هذا القياس في هذه الحالة هو المتهم، ولأن ذلك لا يشكل ولأن تلك النصوص لا تتضمن قواعد قانونية تجريمية، وهو عكس الأولى. أما من النتيجة المرتبطة كذلك بالتفسير وهي قاعدة الشك الذي يفسر لصالح المتهم، وقلنا بأن هناك اتجاهين فقهيين، هناك اتجاه يرى بأن هذه القاعدة تسري على النصوص القانونية الغامضة، في حين أن هناك الاتجاه الثاني الذي ينص على أن هذه القاعدة تسري على وسائل الإثبات. وخلصنا بأن هذه القاعدة كيفما كان نطاق سريانها فإنها تهدف إلى إقرار براءة المتهم وجعل فعله خارج نطاق تطبيق القانون الجنائي. إذن شكرا لكم على هذه على الإنصات في هذه المداخلة، وسوف نتطرق في المداخلة الصوتية القادمة بإذن الله إلى تطبيق القوانين الجنائية من حيث الزمان، وهذا فيه طبعا ارتباط فيه نوع من الارتباط المباشر بمبدأ الشرعية، لأنه قد يؤثر على حقوق وحرية الأفراد في المستقبل. إذن شكرا لكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى المداخلة الصوتية المقبلة.